هاي بيمان، اليوم جتكم فيديو جديد من لعبة ساكورا. واليوم يا أصدقائي رجعتكم فيديو جديد عن موضوع الشرطة. طبعا احنا كنا نعرف ان الشرطة عندهم مكان واحد، طابق واحد وكلش ممل، فلكن هذه المرة راح اروح لهم وهم عندهم 4 طوابق وكلهم كل طابق الى لون مختلف. تخيلوا بس، يعني حيصير شيء كلش حلو. فلذلك راح اراويكم اياه اليوم وراح انطيكم همات يعني الكود تبع المكان. فيب، وطبعا ما اريد اروح وحدي، تتعرفون انا ما احب اروح وحدي، يعني ما احب. اوكي سو شكلي راح اخذ هذه البنت العمياء، ما اعرف شنو قصتها، لازم تروحون تشوفون الفيديو اللي نشرت لكم عنه. اوكي عنها قصدي. يب اوكي سو يلا شوفوا راح تجوا وياي. فهذه اريدكم هذه تروحون تشوفون الفيديو اللي قلت لكم عنه، شنو قصة هاي البنت بالضبط العمية اللي دائما تكون يعني كذا مغمضة عنها. فلذلك روحوا شوفوا الفيديو راح تعرفون شنو سالفتها. اوكي فطبعا احس انه من زمان ما ناشرة عن اللعبة، تدرون نسيتها، جيت فتح حرفيا نسيت اني المفروض انشر عن هذه اللعبة، لان حرفيا جيت كلش مشغولة بسالفة درايستون بريس، وجيت انزل لكم هواي عنها اشياء تخبل. روح شوفوا الفيديوهات، نزلت لكم يا اصدقائي 3 اجزاء كيف ناخذ ملابس البي اي بي بالمجاني، فروحوا شوفوا راح تستفادوا هواي هواي، ملابس تجنن ومتأكدة راح تحبوهن. تمام فيلا هسه خلونا هاي نروح انا وياها لمكان الشرطة. بس اول شي حطوا لايكاتكم حتى يجي لكم، حطوا لايك صح؟ اي صح. اوكي فهذا هو مكان الشرطه الحالي. يعني دا شوفوا يعني شكله كلش ممل جايز، شوفوا ما بي طوابق، شوفوا يعني فقط هذا، تخيلوا فقط هذا. ولكن اللي راح اراويكم اياه اليوم عن طريق كود راح يكون من 4 طوابق وكل طابق له مختلف. طيب وتعال هسه خلينا نجي هنا، يعني شوفوا مكان عادي. اوكي حتى اللون مات رمادي مدري ابيض شنو هذا. اوكي ف وطبعا همات اريد اعرف اذا كل طابق هل بيه شرطه، يعني كل طابق له شرطي واحد، فاريد اشوف. اوكي ف يب دخلت السجن انا وياها، طلعوني. اوكي ف اوكي هسه خلونا احط الكود، لانه صراحه لعبه تروح من هالمكان ممل ممل، او ماي جاد. فخلونا احط الكود وانتم كتبوا مثلي، وتعالوا خلونا نحطه سوا. حتى اول شيء على هذه 3 نقاط، وبعدين اضغطوا على هاي الكلمة، وبعدين ثواني وين مكان الكودات؟ مو هنا. ويت لحظة، مو هنا، نرجع لنفس المكان وراح نضغط يا على الأغراض. يب تذكرت، هذه هي أول وحدة شوفوها. خلونا نكتب سوية الكود وراح يصير عندنا مكان شرطة بس ب3 4 طوابق. أو ماي جاد. أوكي فيلا تعال هسه نكتبه. أول شي راح نحط 8 و6 1 7 0 0 يب 2 و 9 6 8 و9 3 4 5 و9 1. اوكي هذا هو الكود، لحظة خليني اتأكد من اذا صح. 8 6 1 7 0 2 6 8 9 3 4 5 يب كل شي صحيح. اوكي هسه خلينا نطي صح. حرفيا ما ادري ليش احس ان الارقام هواي صعب واحد يقراها، ما ادري ليش يعني احس انه او ماي جاد شلون اقرا صعب. اوكي فيلا هسه خلينا اطي. اوكي وراح يحمل ويصير عندنا او ماي جاد. اوكي خلينا نضغط على التحميل، شوف هنا راح يحمل عندي. او ماي جاد قاعد اشوف البنفسجي طابق هذا. وات او ماي جاد او ماي جاد، واو شوفوا او ماي جاد، يعني صار مو بس طابق واحد، عندنا طابق ابيض مدرمادي وبنفسجي وازرق واخضر. واو صراحة يتجنن، كلش متحمسة اجربه. وشوفوا الادراج، كتبوا بتعليقات شنو لونكم المفضل خليني اعرفه. اوكي او ماي جاد يتجنن جاي، صار كبير اخيرا، يعني صار شي حلو يعني مو بس ملل. اوكي هنا هم صار تغيير، اوكي ما صاير. فتعالوا هسه خلونا نصعد بالطابق اللي بعده ونشوف شلون صاير المكان. هذا الدرج الاول اللي يكون باللون الرمادي اللي هو درج هذا المكان، الطابق اللي تحت او الارضي. اوكي هسه خلونا نشوف. او ماي جاد شنو هاي، من اجي؟ اوكي من اجي. اوكي خليني افتح. اوه او ماي جاد، واو اللون كلش عجبني. او ماي جاد حرفيا اليوم البنفسجي احسه هيك كذا طاقه تجنن عارفين. فا او ماي جاد الارضيه جايز، الارضيه عجبتني. واو المكان صراحه كلش يجنن، هذا اول مكان وهيك عجبني. لعد الباقي الازرق والاخضر كيف
شوفوا طبعا انا من اقول لكم احب البنفسجي، يعني ما احب هذا اللون هذه الدرجه تكون كذا غامقه، ما احس انه فد شيء واو. ولكن هذا الارضيه شايفين اللون اللي يكون كذا فاتح، احس يجنن. يب صراحه هو المكان كله حلو، بس هنا أنا في وردي، هاي هذا اللون بوستر. اوكي فصراحه يعني او ماي جاد صدق حبيت جايز الباب. شوف الباب، واو صدق 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 حلو، احلى يمكن مكان تبع شرطه. واو يجنن جايز، حبيت. هذا هو الطابق الثاني. اوكي هنا شوفوا يكتب لكم ان هذا يا طابق بالضبط. تعالوا نشوف اللي بعده، نشوف شنو عندنا. هذا الطابق الثالث اللي باللون الازرق والاخير الاخضر. سو تعالوا نشوف الازرق هل هو حلو مثل ما طلع البنفسجي ولا لا. تعالوا خلينا نشوف. اوكي واو حتى هذا يجنن، او ماي جاد. بس طبعا شوف لاحظت ما بي شرطه، اوكي ما بي شرطه مثل الطبق الاول، بس او ماي جاد جايز اللون اللي تحت هذا الارض يكون فاتح كذا هيك، او ماي جاد. ومكان السجن، ايش السجن الجميل ده، خلي ابقى هناك بعد. اوكي فصراحه كلش حبيته. هاي اجلس ويت. اوكي فنفس ما تشوفون جلست ما ادري على شنو، بس المهم يعني نشوف الطبيعه المواضحه اصلا. او ماي جاد شو مو واضح، وات مو واضحه، بس اجينا نشوف الباب، حتى الباب اجينا شنو هاي. واو اوكي هسه تعالوا نشوف الطبق الاخير اللي هو باللون الاخضر. هذا صار عنده تحديث براد تبع دريسون بريس. اوكي فتعالوا هسه خلونا نروح لهذا هو الطابق الرابع او هو الاخير. او ماي جاد اريد اصعد فوق اشوف ايش صاير. يلا تعالوا هسه خلونا ندخل ونشوف. او ماي جاد اللون حلو، الارضيه هم مات لونها، ها اللون الفاتح احس يعني صدق رهيب. وشوف السجن الجميل، بس احس اللون طاغي 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 طاغي، احسه ما ادري يعني مو كلش حبيته بقد الازرق والبنفسجي ذني فخمات حرفيا. فيب شو رايكم بي؟ اكتبوا تعليقاتي واكثر طابق حسيتوا ان الوانه كلش حلوه. واو شوفوا من هنا اكثر اشوف البيت بيوت يعني، او ماي جاد حبيت. اوه شوفوا قاعده اشوف المدينه من هنا، وات شوفوا هذا جيراننا، او ماي جاد خل اشر عليه ثواني اطي نفسي مهله حتى اشر. قاعد تشوفونه، او ماي جاد هنا نمله جايز يضحك، وانا ملبسته كل شيء اسود النوم. اوكي وبيتي هو المفروض ذاك صح، المفروض ذاك بيتي، ولكن على مو حبيت المكان من فوق يجنن. شوفوا هاي شنو وراي، شنو هذا ما ادري كون استكشف. طبعا لحد الان ما استكشفت كل شيء، راح يجنن بنفسجي. حبيت السالفه واريد اسوي لكم هيك سوالف يعني، نحط كودات ونظل نستكشف شنو. او ماي جاد اللون يجنن جايز، كلش حبيت. فهو الازرق احس الوانهم كلش مريحه للعين. طيب وهسه تعالوا خلونا نختم الفيديو هنا. ويت اوكي راح ادخل السجن عادي، بس هي انا نسيت البس ملابس شرطه. او ماي جاد شلون قدرت انسى هيك شيء. تعالوا خلي البس الساعه ثواني. انا راح البس واستنى هناك. تعالوا خلينا ندور على ملابس، هي اتوقع موجوده في النهايه ما متاكده، بس حضروني وياكم هسه. وين هاي معقوله طلعت ما لاحظت؟ المفروض اكتب فيها بوليس. اه يا بهادي يو جنن، ليش هاي في ايدي؟ عفا او ماي جاد يلا بس تعالوا خلي ارجع المكان تبع الشرطه. فيلا يلا يلا هلا هاي سوجتي. اوكي واو شوف المكان من بعيد، او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد حبيت حبيت. واو شوف ايش قد حلو كبير ومكان احلى، مو بس طابق واحد ممل. اوكي هلا والله جيت، هذا ستايل احلى من ستايلك. شنو هذا ستايل؟ شوف انا اخبل. اوكي فيلا هسه تعالوا خلينا نختم الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. ايش رايكم لو افضل يعني نحط كودات ونشوف شنو موجود يعني من بيوت وسوالف؟ ايش رايكم كتبوا تعليقات. او ماي جاد او ماي جاد وقعت ثواني ثواني ارجع راح اختار اللون بالنسجي. اوكي اوكي فيلا هسه بعد خلونا نختم الفيديو، حطوا لايكاتكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وبس. باي باي احبكم واشوفكم بالفيديو الجاي.